ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم نيهال من قناه سر مطبخنا مع نيهال وايه. النهارده هعمل لكم طريقه البوفتيك او الاسكالوب بانيه. طبعا البوفتيك كلنا بنعمله وسهل جدا، بس في بعض المشاكل اللي احنا بنقع فيها. اول حاجه لازم البوفتيك بيبقى ليه نوع لحم معين، لا تكون من وش الفخده او صباع السمانه عشان تكون ناعمه وطريه، دي لحمه البوفتيك. تاني حاجه بنقابلها ان ساعات الكفر بتاع البوفتيك بيفصل عن اللحمه، برضو دي هنحلها لكم هنا في الفيديو. اول حاجه هقول لكم المقادير بتاعتنا. معايا كيلو لحمه بوفتيك من صباع السمانه، معايا عصير بصلتين، ومعايا كوبايه عصير طماطم، ومعايا معلقتين صويا صوص، ومعايا ربع كوبايه لبن، ومعايا كمان معلقه كبيره من الفلفل الاسود والملح وبودره الثوم وبهارات اللحمه، ومعانا نص ليمونه. اول حاجه هنحط عصير البصل، وبعد كده عصير الطماطم والصويا صوص، ونحط التوابل بتاعتنا، وهنعصر نص الليمونه بتاعتنا على اللبن علشان يتحول للبن رايب. احنا ممكن نستخدم لبن رايب، لو ما عندناش لبن رايب بنجيب اللبن ونحط عليه نص ليمونه. ونبتدي بقى نحط البوفتيك بتاعنا في التتبيله ونرصه علشان ياخد من التتبيله كلها. نحط اللبن في النص كده، نبتدي نحط اللحمه الثانيه، دلوقتي خلاص احنا حطينا اللحمه بتاعتنا وهنبتدي نقلب اهو. هنقلب اللحمه بتاعتنا تمام، وممكن نسيبها في الثلاجه من حوالي ساعتين لثلاث ساعات، او ممكن نسيبها ليله كامله، بس انا ما بفضلش ليله كامله عشان اللحمه دي بتبقى ناعمه جدا فممكن تتهري معانا. فهي ساعه ساعتين بالكتير، ونبتدي نعمل لها الكفر بتاعها ونقليها. دلوقتي رجعنا لكم بعد ما خرجنا اللحمه من الثلاجه وهنعمل الكفر بتاع البوفتيك. هتبقى المكونات عباره عن الدقيق بتاعنا، بقسماط، طبعا في ناس ممكن تستخدم الكريسبي بس انا استخدمت اللي هو البقسماط بتاع يعني البقسماط العادي المطحون، وممكن نستخدم كيس فيجيتار معاه، وكمان معانا بيضتين، بيضتين هنضيف لهم دلوقتي ثوم مفروم، ثلاث فصوص ثوم مفرومين، ورشه ملح ورشه فلفل اسود، بعد خلاص ما ضفنا خلاص الثوم والفلفل الاسود والملح للبيض، وحطينا معلقتين من الكنور فيجيتار على البقسماط، ودي بتاعنا ما فيهوش اي حاجه عشان طبعا التتبيله كده فيها توابل كتير. هنبتدي بقى نحط البوفتيك بتاعنا في الدقيق كده، بعد كده كده بعد كده هنضيفه للبيض اهو كده، اهو كده البيض، لازم البيض يبقى فيه كله مش حته وحته لا. وبعد كده نبتدي نحطه في البقسماط. هنبتدي بقى نتبل البوفتيك بتاعنا. احنا طبعا هنفضل بقى نضغط عليه جامد جامد جدا اهو كده، لازم نضغط جامد يا جماعه علشان الكفر يعني الكفر يمسك في اللحمه اهو. هنضغط جامد كده كده
امتلكت اهو جامد جدا جدا. دلوقتي احنا عملنا ضغطنا على البفتيك حلو جدا بالبقسماط، هنحطه حوالي ربع ساعه في الفريزر علشان الكفر يمسك في اللحمه، وبعد كده هنقليه. دلوقتي هنحط البفتيك، نقلي البفتيك في زيت، بس ما تكونش الطاسه غويطه، بتكون الطاسه العاديه بتاعتنا. ممكن في ناس بتقليه بزيت على سمن، ممكن بزيت على زبده، في زيت بس. انا صراحه هنا حاطه زبده بسيطه مع زيت علشان خاطر انا بحبه كده اصلا. بس هنقليه دلوقتي. ودلوقتي الوصفه بتاعتنا خلصت الحمد لله. البفتيك طالع الحمد لله رائع، مفكش تماما، والتتبيله بتاعته ان شاء الله لما تجربوها هتبقى تحفه جدا. قدمناه مع مكرونه سباكيتي، ممكن نقدمه مع رز بالشعريه، شويه بطاطس محمره، رز بسمتي. ولو عجبتكم وصفتنا النهارده ان شاء الله باذن الله تدوسوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل اشعار بوصفه جديده ان شاء الله باذن الله. وانتظروا ايه في الوصفه الجايه ان شاء الله باذن الله، علشان احنا قناتنا مشتركه بس بنتعاون فيها، وان شاء الله هنقدم لكم كل الوصفات السهله. ومع السلامه في الوصفه الجايه مع نهال.